ميه مجاري، بمشي الكلام ده كان في 2015، كنت بمشي في ميه مجاري او ميه مطر، ميه مطر وصلت لحد لما ارتفعت، وبيوت اللي انت يعني لو ارتفعت كده شويه يعني انت بتخش وانت موطي، لو ارتفعت شويه تقوم خابط السقف بتاع البيت، تخبط السقف بتاع البيت. فكل الكلام ده انا عشت فيه، واكلت من هنا وشربت من هنا، وكنت باكل في ماكدونالدز واروح اتعشى من عند واحد بيشوي دجاج اللي كان بيقولك بيحطوا الخنزير، ما كانش فيه الكلام ده، وبيحطوا الخنزير فوقيه عشان يعمل مش عارف يعمل قرمشه ومربشه وحاجات. فانت بتتكلم مع واحد مش دخل في حواري الفلبين، ده انا دخلت في حواري 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 الفلبين، حواري حواري الفلبين دخلت فيها. فما تتناقش معايا في شيء انا عارفه، انا عارفه وعارفه عن ظهر قلبي يعني، حافظه صم ومش اول مره. ولما بروح عند اي حد من اصحابنا ولا حبايبنا هنا تمام الموضوع، يقول لي معلش انا اسف البيت يا عم، ده انا داخل في انيل منه، انا داخل في انيل منه. فما ما تتكسفش يعني من حاجه، الموضوع امره بسيط يعني. انا فتحت booking.com وجايب مانيلا على اسعار النهارده علشان اشوف الاسعار واشوف الكلام اللي انت بتقوله. لقيت ان انت بتتكلم في الاسعار بتبتدي، انا بتكلم على الفايف ستار اوتيلز 19,000 يا باشا، اللوست 2250 بيس. لا في فندق انا شفته 19,000. انا هقول لك، انا بقول اللوست، انا بقول الاقل. انا بقول الاقل، انا بقول في مانيلا الاقل، وهجي لك انا دلوقتي على الاغلى. لا لا انا هقول لك على فندق واحد يا باشا، لو انت عايز احسن فنادق انا اتعاملت معاها تشيك ان، اكتب كده تشيك ان تمام، تشيك ان فيلبينز دي انضف فنادق انا هشوفه. لا هي العاليه قوي ولا هي المتنيله بنيله خالص، وانا سكنت في سوجو كمان عشان الناس اللي تعرف سوجو. انا سكنت انا وزوجتي في سوجو، فانا بقارن ما بين الارخص للاغلى. احنا قلنا 2500 وشويه، اغلى حاجه برايفت سويت في سيتي اوف دريمز 35500 بيسو، الشنجريلا مانيلا 16100 بيسو، جراند حياه 16100 بيسو، مانيلا ماريوت 15680 بيسو، الشيراتون 12880 بيسو. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، انت راجل مقتدر وعايز تقعد في الفلبين في فايف ستار هوتيل، فايف ستار هوتيل كل برغوت على قد دمه، ما تجيش بقى كات عيط وتروح تقول للناس كلها يا جماعه الحقوني ده في الفلبين غاليه. طب ده انا جبت لك فايف ستار، جبت لك فايف ستار ولوست برايس بتاريخ النهارده، اللي هو اصلا انت بتتكلم الوقت يعتبر اجازات، ده اجازات الكريسماس دلوقتي يا باشا. لا 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 انا مش كريسماس، انا بتكلم على اجازات احنا بالنسبه لنا، احنا بناخد اجازات مثلا من شهر 8 لشهر 12. لا بدايه الكريسماس من دلوقتي يا باشا يعتبر كريسماس. انا مش كريسماس، انا بقول لك لا هنا الفلبين هنا بدايه ارتفاع اسعار الفنادق عشان دخلت الكريسماس. اي ما هو ما دي نقطه ثانيه. انا عايز اخد اجازه اربط نفسي بعيد ليه؟ انا كسائح مش هربط نفسي بعيد، مش هروح على فتره اعياد وابقى عارف ان انا كل حاجه هتتضرب في 2 وفي 3. لا ده انا اهو بتاريخ النهارده بتقول 2250 بيسو فايف ستار هوتيل اسمه وان تافت ريزيدنس ان ملاتي مانيلا 2250 بيسو. انت قلت لي اسم الفندق اللي هو مهالكتا. لا تشيك ان، انا تشيك ان بس. لا سيبك من مهالكتا، مهالكتا هو طيب. فندق واحد بس اللي موجود في باساي. باساي اوكي، ما انا بشوفه تشيك ان. موجود فين؟ موجود في مانيلا، وموجود في باكولود، وموجود في ايلو ايلو، وموجود في دوماجيتي. خلينا نقول مانيلا هو الاغلى. انا شايف باساي ب 616 بيسو بس، باساي سنترال هوتيل. ماشي باساي سنترال هوتيل ب 616 بيسو. انت عندك تقدر تشير السكرين يا استاذ شريف؟ انا حاطه منك طلب. انا بشوف، انا
طب استنى لا السكرين اوكي تشيك ان انا هكتبها عندي هنا انا هوريك شوف على بوكينج دوت كوم عشان يبقى برضو عشان يبقى الامور واضحه ان باكولد هوريك فندق باكولد وانت هتستعجب يعني صور فندق باكولد ده انا اتصدمت منه انا اتصدمت والله العظيم الفندق مش متصنف اي تصنيف تمام وبص حضرتك بقى شكله عامل ازاي بص ده فندق باكولد تمام تشيك ان تشيك ان ليه اسم تاني عشان انا مش لاقي على بوكينج ممكن مش موجود لا هو تشيك ان اهو اهو بص شايفه اللي هي موجوده تشيك ان باكولد تمام هتلاقي ليه فرع في ايلو ايلو بص ده الروف الروف ده انا سكنت فيه الروف ده تمام في الدور الرابع بنفس الشكل ده بنفس الشكل ده الغرف ما هياش وحشه ما هياش لا هي واو قوي ولا هي يعني انا نمت في غرفه زي كده بالظبط زي دي بالظبط ما هياش واو قوي ما فيهاش خمس نجوم ولا هي تحت الحضيض مثلا تحت الحضيض الامور الحضيض بالنسبه للناس هنا سوجو الحضيض هنا بالنسبه للناس سوجو زي ما كنت بتكلم على الاستاذ ابراهيم بقول له ستوب شيرنج زي ما كنت بتكلم مع الاستاذ ابراهيم قلت له ما تجيش طيران ما تجيش على باكول الطيران تعالى بسفينه هو الاستاذ ابراهيم لو كان موجود كان هيحكي لك بقى قصه السفينه دي ليه انا بقول لك كده هي ارخص وامتع ارخص ليك وامتع تستمتع فيها تستمتع ان انت جاي على سفينه وقاعد بقى في الليل وبتاع بتاخد بالظبط يوم ونص مستمتع انا ليه بنصحك ليك انت مش لي انا خلاص انا جربت التجربه استاذ شريف ايوه معاك اتفضل اتفضل يا باشا انا خلصت كلامي فهي دي النقطه اللي هو انا احط اعمل بلان يعني انا زي ما بقول لك لما انا سافرت تركيا في 2018 في 2018 لما انا سافرت تركيا تمام قبلها بشهر كان متخطط طبعا الاوتيل والطيران والفطار في الاوتيل ومن والى المطار المواصلات على الشركه المنظمه على الشركه المنظمه تمام ولكن ايه الاماكن اللي انا هروحها هناك هركب ايه وانا رايح وانا بتحرك داخل المدينه هاكل ايه هاكل فين الاسعار ايه لمده شهر كان في دراسه عن كل خطوه هتخطيها لان انت مش هتروح تفكر مش هتروح هناك تضيع وقتك في التفكير فكرت عملت بلان بناء عن ريفيوز لناس على جروبات سفر او قنوات يوتيوب زي قناتك المحترمه كده الله يخليك مرجع ليا لما احب اخد ارض اخد فين لما احب اسكن فين لما احب اروح اوتيل اروح فين لما احب اشتري حاجه اشتري منين لو انا عايش هناك هستخدم موقع ايه اطلب بيه الحاجه بتاعتي الاونلاين ما هي كل دي بناء عن تجارب بالصوت والصوره صح بالصوت والصوره لما رحنا تركيا اخويا هو اللي كان عامل البلان دي كنا بنركب المواصلات العامه المواصلات العامه هناك كانت ببطاقه البطاقه دي بتسري على القطر التلفريك الباصات وسائل المواصلات العامه كلها بكارت واحد اياميها وكانت كارت واحد يكفي الاربع افراد بتعمل له توب اب تحط فيه الفلوس من عند اي بقاله او من عند اي محل سوبر ماركت تدي له فلوس ويشحن لك البطاقه بتستخدمها لما تيجي تركب تاكسي يضرب لك السعر في 2 وفي 3 قلنا لا هتفتح العداد قال لا مش هفتح شكرا اركن على جنب
ده اللي انا عملته، حصل. قاعد يبرطم بالتركي بكل احترام وكل ادب، نزلنا يا جماعه احنا هنمشيها، اصل المشوار مش بعيد والدنيا زحمه، فانت مش رايح علشان تتمنظر، مش رايح عشان تتفشخر على الناس، مش رايح عشان تصرف اللي انت حوشته في 3 شهور، في 6 شهور، في سنه. لا، ده انا هسافر عشان استمتع، هسافر عشان اشوف البلد، هسافر علشان اكل التراديشنال فود الحلال هناك. ليه ادخل مول واجيب عيله العيله وعيله عيله العيله والجيران ويلا بينا كلنا؟ بقولك بتطفلوا عليك. لا، على حسب شخصيتك، حسب الشخصية اللي بتعملها وبتهيئها لنفسك وبتفضل رسمها طول الوقت، محدش هيستنطع عليك نهائيا نهائيا أبدا. على حسب ما تعوده، مش هو بيقول لك كده المثل؟ على حسب ما تعوده. والله حد بيطلب منك فلوس وما تبينش نفسك انك على قلبك قد كده او معاك فلوس.